عند الإشارة تكون الساعة 7 صباحا. هنا رباط إذاعة المملكة المغربية. أهلا وسهلا بالجميع، كنتمنى أنكم تكونوا بخير وعلى خير. في هذه الحلقة هذه غادي نحاولوا أننا نردوا على عبد المجيد تبون من خلال اللقاء الصحفي الذي أجره البارحة، وغادي يكون معنا مجموعة من الإخوان النشطاء على موقع التواصل الاجتماعي، هذو هما المغاربة. وإلا كان الإعلام المغربي أنه ساكت، هذو نشطاء على موقع التواصل الاجتماعي اللي غادي يلجموا الدباب الإلكتروني الجزائري، وغادي يلجموا كذلك كل من سولت له نفسه المساس باستقرار المملكة المغربية الشريفة. غادي يكون معنا الأخ إبراهيم، وهو عضو من حركة الصحراويين من أجل السلام، اللي غادي يرد على عبد المجيد تبون ديك الهرطقة ديالهم تقرير المصير وتقرير العصير. وغادي يكون معنا الأخ حمادي كذلك، غادي يكون معنا الأخ أمين من فاس، وكذلك الأخت تيتيما، اللي غادي نحاولوا أننا نعطيه بعض المعطيات من بعد ما خرجت محكمة العدل الأوروبية فيما يخص ديك الاتفاقية ديال الصيد البحري والفلاحة. هل هو انتصار للمملكة المغربية الشريفة أو العكس؟ وانا واحد الملاحظة، لو سمحتم، انا مع عمري قلت لكم ديروا لايك وحاولوا انكم تفعلوا في التعليقات ولكن منين مشت بعد القرار ديال محكمة العدل الاوروبية، خرج الاعلام ديال الزيغو وكذلك القادة ديال جبهة القياطن او العجاج، والمشكل ان الفيديو ديالهم طلعوا في التوندونس. ولهذا رجاء ثم رجاء حاولوا انكم تفعلوا معنا، خاصة في هذا الفيديو هذا، حلو أنكم تخليوا البصمة ديال الإعجاب وكذلك التفاعل أكثر في خانة التعليقات حتى يصل صوتنا، وشكرا جزيلا لكم. قبل ما نمشيوا عند الإخوان، وغادي يكون بث مباشر مليء بمجموعة من المعطيات ومجموعة من المعلومات، حنا غادي نمشيوا للندوة الصحفية التي أجراها عبد المجيد تبون. وأنا كنشوف مغناطيسيا تحليل هذا الحوار من ناحية الأجوبة على الأسئلة تفتقد للرزانة واللباقة، ومن حيث اللغة والمصطلحات المستعملة، ومن حيث نبرة الصوت ديال عبد المجيد تبون وملامح الوجه ديال عبد المجيد تبون ولغة الجسد، يتبين أن تبون يعيش الحيرة ومنهزم نفسيا. هنا غادي نمشيو نقطة نقطة، انا ما غاديش نهضر على النقط كاملة اللي طرق لها عبد المجيد تبون في الحوار الصحفي ديالو. مصطلح احترام يقول من جهة ان الجزائر ليست طرفا في مشكل الصحراء المغربية، ومن جهة اخرى كيحاول انه يعتبر الخطوة التي اقدمت عليها فرنسا في هذا الموضوع قلة احترام للجزائر. السؤال، ما دخل الجزائر في السياسة الخارجية لفرنسا إن لم تكن الجزائر طرفا في المشكل ديال الصحراء المغربية؟ إذن هنا علامة استفهام. هناك يطالب فرنسا بإعادة النظر في العلاقات الجزائرية، ولكن فرنسا ترفض لأي مبادئ العلاقة الفرنسية الجزائرية أسستها اتفاقية إيفيان بين الخمس أعضاء، وفرنسا وقعت عليها، واليوم النظام العسكري ينظر إلى هذه الاتفاقية على أنها مجحفة من خلال الكلام ديال عبد المجيد تبون، ولا تعطي السيادة الكاملة للجزائر. ثالثا، وسبحان الله، من كتشوفوا بأن هذا الخطاب ديال عبد المجيد تبون يتبين بأن الإنسان عنده انفصام في الشخصية، من كيجي وكيخاطب المغاربة كيقول لهم أنتم أشقاء، المغاربة أشقاء، واش انت غلقت عليهم الاجواء برا وبحرا وجوا ودير عليهم الفيزا وكتقول اشقاء؟ اذا انا علامه استفهام. والمغاربه كيقولوا لك اس عبد المجيد تبون راه ما عندهم ما يديروا في الجزائر، راه الجزائر ما فيها ما يتشاف اصلا. زيد على ذلك انا واحد المعلومه، الرجال ديال الاعمال ديال الجزائر والمستثمرين الجزائريين والاغنياء فروا من الجزائر منذ سنة 2019 بالضبط. كاين اللي مشى لأمريكا الجنوبية، أمريكا اللاتينية، كاين اللي مشى لفرنسا، كاين اللي مشى إلى إسبانيا، وكيستمروا تما لأنهم فروا من بلادهم
لأننا جبروا بأن الجزائر ليست أرضية للاستثمار. إذا شنو غادي يجيو يديروا عندك أصلا المغاربة؟ علامة استفهام. هنا رابعا، هنا باش تعرفوا هاد المخبول كذاب أشير وكيستحمر الشعب الجزائري. ملي كيجي بعد أن غادي يرد عليه، التجارب النووية استمرت حتى سنة 1966 أو 67. والسؤال المطروح، لماذا تكذب السي عبد المجيد تبون؟ هذه أولا. وهنا واحد المسألة، يطلب من فرنسا تنظيف أثار التجارب النووية بوادي الناموس. كان عليك أولا تكون حقاني وتقول الحقيقة للجزائريين، أن التجارب النووية اللي دارتها فرنسا كانت بمباركة بخروبة. علاش كتكذب على الجزائريين؟ مسألة أخرى، ها شكون اللي كان الضحية ديال هاد التجارب النووية؟ السجناء ديال الأفلان، حتى ولاو بلاستيفي، ولاو بحال البلاستيك عباد الله، والعدد ديالهم 150 واحد، وسموهم لي مانكان دو لا غير نوكليير. العدد ديالهم كما قلت لكم 150 واحد، بقاو حتى لسنة 1968. زيد على ذلك، أنا ما بغيتش نهضر على ما وقع في الجربوع الأبيض سنة 1966، ولكن غادي نطرح السؤال، علاش الجزائريين ما خرجوش في مظاهرات؟ علامة استفهام. واش بان لكم غير المغرب؟ علاش ما تصدوش لفرنسا وتخرجوا في مظاهرات؟ أنكم تقولوا لا، علاش ديك التجارب النووية؟ ملي كتقولوا المليون ونصف مليون شهيد وديك البروباغندا الخاوية واوا، 150 من السجناء ديال الأفلام دارت فيهم فرنسا ما بغات، حتى لسنة 1968 ولاو بلاستيفي، ولاو بحال البلاستيك عباد الله. مسألة أخرى، علاش ما تقولش للجزائريين بأن بوخروبة مضى على اتفاقية من أجل إبادة الشعب الجزائري؟ علاش ما تقول لهمش الحقيقة؟ علاش ما تقول لهمش بأن بوخروبة مضى مع دوغول بموجب اتفاقية إيفيان في 27 ماي 1967، أن أكور سكري من أجل تحرير مصل الكبير، ويعطي فرصة لفرنسا بأنها تدير ما بغات في الشعب الجزائري وتدير التجارب النووية كما شاءت، والضحية هو الشعب الجزائري. مسألة أخرى لأتصحيح ما يدعي له عبد المجيد تبون خلال اللقاء الصحفي دياله، كيقول لك بأن فرنسا هي الدولة الأولى العضو في مجلس الأمن التي اعترفت بمغربية الصحراء. الله ودي فين قناة السي عبد المجيد تبون؟ ليست فرنسا هي الدولة الأولى العضو في مجلس الأمن التي اعترفت بمغربية الصحراء، بل الولايات المتحدة الأمريكية. هذه أولا. ثانيا، تدعي أنك منطقي وعادل، وهنا بأن عبد المجيد تبون أنه السؤال المطروح، لماذا لم يستدعي عبد المجيد تبون سفيره من واشنطن؟ هل هي هرطقتك العادة أم خوف من سيدك ترامب؟ مسألة أخرى، رئيس دولة عبد المجيد تبون يقول أمام العالم أن مشروع الحكم الذاتي، شيء مضحك والله، لا مضحك للغاية، يقول أن مشروع الحكم الذاتي مشروع فرنسي وليس مغربي. وأنا كنتمنى بأن الدبلوماسية المغربية ووزارة الخارجية المغربية وكذلك حتى الفرنسية تخرج ببيان ردا على هرطقات عبد المجيد تبون. إذن أنا ما بغيتش أنني نزيد نطرق لما قاله عبد المجيد تبون خلال اللقاء الصحفي ديالو، وراه كنطرق على تقرير المصير وتقرير العصير وهضر على القرار ديال محكمة العدل الأوروبية، ولكن الإخوان غادي يردوا عليك. ولكن قبل ما يردوا عليك الإخوان، غادي نخليك مع الأخ إبراهيم، هذا عضو حركة الصحراويين من أجل السلام، وغادي يفند لكم ديك الأكاذيب ديالكم. وانا راه ما كاين لا تقرير المصير ولا تقرير العصير. مرحبا بالسي إبراهيم، تفضل، مشكور. السلام عليكم ورحمة الله، مساء الخير الإخوة والأخوات كاملين، نسلم عليكم. خلصنا دائما حاليا نجدد خطاباتنا، ما لا يتم قاعدين في ذاك الماضي. عدلت لي البوليزار واسات لي البوليزار، البوليزار فعلا ضروري مرات نتكلموا على الميدان الحقوقي ذاك اللي عدلت فينا، وتلك الجراح اللي ما نقدر ننساوها أبدا. يا غير اليوم نشوفوا أن الصراع اليوم أصبح حره واضح، اليوم اللي ما يدور اليوم صراعنا مع الجزائريين أصبح أكثر من الصحراويين. اليوم يجيك الجزائري طرطق عينيه
الصحراء وكذا تشك عنه راه يدافع على ولايه من ولايات الجزائر بكل صراحه. يعني الامور راهي اصبحت واضحه بان الصراع مغربي جزائري كيف دائما نقولوا، وان الاطماع الجزائريه راهي واضحه للعيان اللي ما باغي يعرفها. بمعنى خالق شي من ما يسمى الصحراوي الله يهديهم هداهم الله سبحانه وتعالى، ما عندهم ادنى مشكل يعطوا الساق الحمراء وذي الذهب ولايه من ولايه الجزائر. وهذا هو تخوفنا الكبير من هذه المنظومه البوليزاريو. بوليزاريو اليوم لم تعد تلك البوليزاريو اللي اجتمع جزء من الصحراويين منهم استاذ بشير من اجل اخراجها للوجود. يا يعني انا عندي سؤال للاستاذ، اولا سابق السؤال لا ينعرش شوي على الحركات، كيف على حركه صحراء مجلس السلام اللي انا من الناس اللي انتمي اليها وفخور بذلك، لان اليوم هناك ملف في الامم المتحده في كورس، هناك ملف وهناك قضيه للمغرب والسلطات العليا المغربيه طرحت شيء قالوا الحكم الذاتي. حكم ذاتي لمن؟ للصحراويين. بوليزاريو تقول الممثل الشرعي والوحيد للصحراويين، هذه فقط هي الكلمه. انا من الناس اللي تطعني ما نقد عليها، ما نقد نسمعها، ما نقد نسمع ان بوليزاريو ممثل الشرعي والوحيد للصحراويين. بمعنى خاصنا حركات وحركات من جسم الصحراويين اللي يمشوا مع هذه الفكره او هذا المشروع اللي طرحت المملكه المغربيه هو حكم ذاتي. وهذا اللي ماشي عليه اليوم حركه صحر مجلس السلام اللي فيها صحراويين ابناء الاقليم، اللي انا ما قد نشكر فيهم شيء، لانهم ماشيين مع الطرح المغربي اللي طرح ان يجب خاصنا نجبروا حل هاي المشكله. بوليزاريو وبقاء البوليزاريو وبقاء الصحراوي في حماه الجزائر المشكل ما قد ينجبر. ماذا ما الصحراويين قاعدين في ارض جزائريه، فمن طبيعه الحال يمشوا لا مع يتناغموا لا مع ذاك اللي تضر الجزائر، وذاك اللي تضر الجزائر كامل احنا نعرفوه، لا داعي نتكلموا عليه. الجزائر لا تريد انهاء الصراع والدور الصراع ذنبت الى يوم 20 في الاخره. احنا ما نقدروا نخلوا اولاد عمنا وهاو الناس اللي في تلك الحفره وذاك الجحيم وذاك المصير. بمعنى ضروري حركات صحراويه تؤمن بالحل، الحل الاخر. لهذا جاءت حركه صحر مجلس السلام تتباهى وتتماشى مع ما طرحته المملكه المغربيه. حركة ما تطلب لا انفصال، ما تطلب لا تقرير مصير، تطلب اليوم أن الصحراويين خاصنا هذا الملف ننهوه، وننهو حتى فكرة أن الصحراويين وأن البوليزار هو الممثل الشرعي والوحيد للصحراويين. هذه بعد أولا خاصنا نحاول نقطعوا معها، يعني لم ما يقد حد، احنا بعدها الناس ما نقدروا نقبلوا نسمعوا بوليزاريو هي اللي تمثلنا. والصراع اليوم راهو الجميع يعرف بانه الجزائري اليوم والعديد من الجزائريين، ما نتكلم على كاع منظومتهم السياسيه وزرائهم وكذا وكذا، الا الناس بسطاء اليوم من الشعب الجزائري يتكلم معك على الصحراء كما يتكلم على ولايه من ولايات بلده. هذا هو اللي نستغربوا منه. إذا شكرا سي إبراهيم، وكلامه كان صادقا، راه ما كاين لا تقرير المصير ولا تقرير العصير ولا ولا. وراه عطيتكم واحد الدليل في الحلقة السابقة منين قلت لكم كان واحد اللقاء سري بالعراق ما بين المخابرات الجزائرية والقادة ديال البوليزاريو مع إسماعيل القاني، هذا من حزب الله بطبيعة الحال، من أجل الاستمرار في استعداء المملكة المغربية الشريفة. وعلاش كيدل هادشي؟ علاش السبب اللي خلى القادة ديال البوليزاريو أنهم يوجهوا البوصلة ديالهم نحو الشرق؟ بكل بساطة لأن النظام الجزائري لم يعد قادرا على الاستمرار في قضية خاسرة دعم البوليزاريو. غير باش نكونوا واضحين الإخوان، راه ما كاين لا تقرر المصير ولا تقرر العصير و مسألة أخرى، أنا على يقين بأن السيناريو ديال فنزويلا هو اللي غادي يوقع في الجزائر. احنا كنعرفوا بان هذه المنظومه الاشتراكيه عندهم اقتصاد ليبرالي، شنو مقابلين؟ انهم كيبيعوا البترول، كيدخلوا المواد وكيعطيو منها، كيعطيو اموال طائله من اجل شراء الدمم، وكيخليو ديك الفتات كيعطيو باش انهم يسكتوا الشعب الجزائري. انا غادي نقول لكم واحد المساله، النهار غادي ينهار الاسعار ديال البترول والغاز ستنهار الجزائر. يزيد على ذلك انا اتمنى صادقا اللي خرج عبد المجيد تبون في هذا التصريح ديالو الاخير في ذاك اللقاء الصحفي، قال لك خزعبلات على ذاك المشروع النيجيري المغربي وكيفتخر بالمشروع النيجيري الجزائري، والايام بيننا. انا ما اظن الاخوان بان من خلال النبره ديال عبد المجيد تبون والكلام ديالو بان السيد منحط ومنهار نفسيا. هنا غادي نمشيو
لموضوع الساعه، وغادي نحاولوا اننا نستقبلوا الاخ حمادي، الاخ امين من فاس، وكذلك الاخت المناضله الاخت تيتينا. ولكن قبل، رجاء الاخوان حاولوا انكم تخليوا البصمه ديال الاعجاب وانكم تفعلوا في خانه التعليقات باش ان ينتشر الفيديو ديالنا على نطاق واسع، وشكرا جزيلا لكم. الاخ حمادي، كنشوفوا هذا القرار ديال محكمه العدل الاوروبيه خرجت بواحد القرار الخاص بالاتفاقيه ما بين الاتحاد الاوروبي والمغرب فيما يخص الصيد البحري والفلاحه واوا، ولكن انا بغينا نعرف منك مجموعه من المعطيات، خاصه واننا الان كنشوفوا خرجت اسبانيا بواحد البيان، خرجت كذلك فرنسا بواحد البيان، رغم اننا لا نثق في فرنسا تلعب على الحبلين، كنشوفوا بريطانيا اللي خرجت من الاتحاد الاوروبي، لان بريطانيا دائما كانت تعتبر بان الاتحاد الاوروبي فهو قوي اقتصاديا لا يختلف عليه اثنان، ولكن منهار سياسيا منذ الحرب العالميه الاولى والثانيه. بريطانيا خرجت لانها بغت تبدل الديانه ديالها من الكاثوليكيه الى البروتستانتيه، خاصه في القرن السادس عشر. هنا المغاربه واحد المساله اللي ما كنهضروش على مجموعه من الشخصيات المغربيه، وهنا غادي نهضر لكم على عبد الواحد بن مسعود بن عنون، هذا اللي كان السكرتير الاول للعاهل المغربي احمد المنصور، وسفيرا لبلاده في بلاط الملكه اليزابيث الاولى في القرن السادس عشر 1600 ميلاديه. هما المغاربه، لان بريطانيا فعلت اليزابيث الاولى بغت انها تبدل الديانه ديالها من الكاثوليكيه الى البروتستانتيه، شكون اللي ساعدها؟ هاد الشخصيه المغربيه عبد الواحد بن مسعود بن عنون، لان اليزابيث الاولى وبريطانيا كانت منزعجه من القرارات ديال الكنيسه وكذلك الدول الاوروبيه، شكون اللي ساعدها؟ هو عبد الواحد بن مسعود بن عنون في القرن السادس عشر. وهنا كيجي ردا على ذاك مزور التاريخ محمد دومير اللي قال لك اول سفير عربي كان في عهد اليزابيث الاولى كان جزائريا، و ما عقلتش على الاسم ديالو، قال لك سنه 1730. حنا غادي نعطيناك غير ثالث سفير عربي كان سفيرا في عهد اليزابيث الاولى، هو عبد الواحد بن مسعود بن عنون في القرن السادس عشر. اذا قارن ما بين 1600 و 1730 كما تدعي بان اول سفير عربي كان جزائريا في عهد اليزابيث الاولى. هذه الشخصيه المغربيه عبد الواحد بن مسعود بن عنون اللي اضطر في البريطانيين في اللندنيين، واثر حتى على الشخصيه ديال شكسبير خاصه في المسرحيه ديالو الشهيره عطيل. اذا هذا كلام اخر. غادي نمشيو عند الاخ حمادي. اذا ما رايك في القرار ديال محكمه العدل الاوروبيه فيما يخص الاتفاقيه ديال الصيد البحري والفلاحه، وراه خرجت الخارجيه المغربيه قالت هادشي ما كيهمناش، هذاك شغلهم هذاك. تفضل اخي الكريم. مرحبا بالجميع. واخوتي اخويا طلقتي بزاف ديال مزح لي تعليا بزاف د المواضيع بزاف د المواضيع. نبداو بالقرار الاوروبي. القرار الاوروبي انسى بان مغرب اليوم ليس هو مغرب الامس. بالامس كنا ضعاف، وكنا كل ما كتجي وقت تجديد الاتفاقيه ديال الصيد البحري والفلاحه كانوا كيجبدوا لنا مجرم، كان كيجبدوا لنا داك قضيه بوليخاريو وقضيه الحدود وداك المشاكل اللي كتعرفوها وحقوق الانسان الى اخره، وكنا نرضخ لهم. ولكن المغرب اليوم ومغرب العمس ديال الفوسفات ومغرب الطاقات المتجدده، مغرب الصيد البحري واستثنى الفلاحه اللي والفلاحه ما 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 ما, ما دارولهاش نفس القيود ونفس الشروط اللي داروا على الصيد البحري. والمغرب شنو رد عليهم؟ قال لهم ذاك شأن اوروبي لا دخل لنا به. وكما قال السيد قبيله حط واحد السؤال، هل هو ملزم لا غير ملزم؟ هي بغيتي تقول فرقعه، هي بغيتي في هذاك البالون اللي كنا كنفخو كنشريوه بجوج دراهم كنفخو كيطرطق، بالون منفوخ بالريح، لا 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 لا, لا مصداقيه له ولا يعنينا. والمغرب بالعكس المغرب الذي رفض تجديد ذاك الاتفاقيه. وخصنا نعرفوا بان ذاك الاتفاقيه راه فيها شقين، كاين البروتوكول وكاين الكونترا لو كونترا دو فون. لو كونترا دو فون الي انديتيرميني،
الاتفاقيه ديال الصيد البحري والفلاحه مع اوروبا راه عندي تيرميني. شنو اللي تزاد فيها؟ تزادوا فيها بعض البنود دي بروتوكول تزادوا. هادوك لي بروتوكول ارادوا تقييد التجاره. نسوا ان المغرب له شراكه استراتيجيه مع اوروبا. كما قال لهم واحد الخبير واحد المسؤول ايطالي قال لهم لا تنسوا ان هناك اتفاقيات استراتيجيه مع المغرب ماشي غير في الصيد البحري والفلاحه، راه عندنا اتفاقيات من اجل داك التحديد داك سميتو داك الهجره السريه، عندنا اتفاقات استراتيجيه معاه. وجبتي واحد القضيه اللي مهمه بزاف ومهمه كبيره بزاف، هو داك الميناء الاطلسي. الميناء الاطلسي اللي غتكون اون بلاتفورم، تكون واحد البوديوم، واحد البلاط، واحد الميديوم ما بين العالم بإسرائيلين، ما بين امريكا واوروبا واسيا وافريقيا. هذاك الممر الاطلسي اللي كيهضروا عليه اللي غيكون واحد بحال منطقه عبور، البوابه لافريقيا، البوابه التي تربط هاد الناس كاملين راه هو المغرب. نساو بان المغرب الان بالطاقات المتجدده وبحكم النبهه ديالو والتسيير الراشد لصاحب الجلاله، ولينا نضيء 7 مليون ديال المساكن في بريطانيا، 7 مليون ديال الديور في بريطانيا نزودهم بالطاقات النظيفه المتجدده. نساو المغرب هذا، المغرب اليوم ليس مغرب الامس. ها هما دابا شكون هو اللي ناض؟ شكون اللي غيتنض عنده الازمه؟ حنا ما عندناش ازمه، حنا الحوت ديالنا عندنا اسواق طالبه بكثره. شنو هما الاسواق؟ عندك البرازيل، عندك الصين، عندك روسيا، عندك بريطانيا. بريطانيا عندنا خط بحري مباشر معاهم، مغلات الخضره في العالم. المغرب كان يصدر غير مطيشه والخيار والخيار مثلا، ماشي مثلا، مطيشه والخيار لبريطانيا. والوقت اللي حبسنا التصدير راه كانت في بريطانيا ممنوع عليك تشري اكثر من خياره وحده، ما عندكش الحق تشري اكثر من خياره وحده، ماشي قضيه فلوس، ما كاينش. واخا نغليوه ما عندكش الحق تشري اكثر من خياره. باش تشوف الدور ديال المغرب، الدور المغرب كبير في اوروبا. هادو راه غير كيهرطقوا، هادو ناس عايشين على الاوهام، هادو ناس مخلصاهم واحد شويه ديال داك اللي كنعرفوا خوتنا الهكاويين، مخلصين شويه ديال الزافوكو، يديروا شويه ديال البلبله ويديروا الشوشره. لكي لا ننسى على انه الهيئه الامم المتحده راه كاين اجتماع حول التجديد او عدم تجديد داك التواجد ديال المينورسو في الصحراء المغربيه. وهاد الاجتماعات تكون ما بين 10 و 14 و 30 اكتوبر. وراه دابا المغرب شنو قال لهم؟ ما انا سيدي ما عندي غرض في هذا مشكل اوروبي. دابا سيدي اللي بغى يسني معايا اتفاقيه، اللي بغى يسني معايا اتفاقيه لابد له من الاعتراف بصحرائيه المغرب وبسميتو بسيادته على كامل التراب الوطني. ما نبقاش نجزئوا التراب الوطني. اللي بغى المغرب انا يشري من عندي الخضره والحوت وهادشي، لابد من الاعتراف بوحدتنا الترابيه. واللي ما عندوش هاد الوحده الترابيه ما بايعلوش، ما شارينش معاه. سيتو. وشكون هاد القرار هذا؟ انا والله لا فرحان به. انا علاش؟ انا اظن ماشي اظن، اكاد اجزم على انه في صالح القضيه الوطنيه، في صالحنا. أوروبا تتهالكت، وخصوصا في الحرب الأوكرانية الروسية التي هي داخل الأسواق الأوروبية. عندهم في قلب أوروبا حرب طاحنة وفيها معسكرين وأكثر داخل أوروبا. أوروبا الآن تتشرك في كتشرك شي كيشرك شي بعضياتهم. ولهذا المغرب الحمد لله راه ولا سيغ دو بون سيغ لي دو غاي، ولا قابط وقابط الاتجاه ديالو غادي. المغرب اليوم مغرب كبير، وكبير ان شاء الله، وماشي كبير كبير لا استراتيجيا ولا عسكريا ولا اقتصاديا. غادي البوصله ديالو، راه ما يمكنش يجي العالم الغربي ويعطيك فيك الثقه ويقول لك دير نتصوب لي الكاس العالم. راه ما يمكنش يجي مثلا مجلس استثماري بريطاني ويحط لك 100 مليار دولار. ما بقيناش نهضروا بمليون، هذا ولينا كنهضروا بمليار. ان فون دانفيستيسمون بريطانيك حط سيغ طابل 100 مليار دو دولار. مي كتجي الصين وكتستثمر عندك بقوه، راه ماشي غير هكاك. مي كتجي الميريكان وكدير كسحاليب استراتيجي لها بانك انت هو السند ديالها في بوابه افريقيا، راه ماشي هكاك، راه ماشي غير هكاك، ماشي غير هكاك. وتختار المغرب،
ولهاد الاخوان والله خويا لا يوم العيد. انا النهار اللي سمعت بانه المحكمه ديال الاوروبيه وقفت غير الصيد البحري ما وقفتش الفلاحه، مع العلم انهم موارد من منطقه واحده، جدوا الفلاحه لسنتين اخرى والصيد البحري قنوا. وثانيا الاخوان كما قلنا راه غير ملزم، هذا باسبانيا الا بغات دير معنا اتفاقيه تجاريه تنسالخ عن اوروبا وكدير معنا اتفاقيه باسمها ماشي باسم اسبانيا. كانوا شحال هادي كانوا كيتجمعوا كاملين اون بلوك تيعطيونا اللي بغاو وكانوا كيديروا فينا اللي بغاو. الان حنا اللي غنديروا فيهم، الا بغيتي دير معايا اتفاقيه حول الصيد البحري والفلاحه غادي تجي سور طابل، غادي نجيو راس لراس ند للند، دولة بدولة ماشي المجموعة. دولة بغيتي الصيد البحري اجي اسبانيا، لان النهار اللي توقفت الاتفاقية ديال الصيد البحري مع اسبانيا الجنوب الاسباني كله يعني اندلسيا كلها، ملي كنهضروا على اندلسيا راه نصف الجنوبي من الخريطة ديال اسبانيا، الاقتصاد ديالها وقف جمد راه، وكثر شي ما زدنا لهم على ان المغاربه اللي غادي يعبروا من اوروبا يدخلوا المغرب ما يدوزوش عن طريق اسبانيا. النصف الجنوبي، النصف الجنوبي الاقتصاد ديال النصف ديال اسبانيا طاح الارض. وهنيئا وشكرا لكم الاخوان وانا في الاستماع. اذا شكرا الاخ حمادي. وهذو هما المغاربه الاخوان، الا كان الاعلام المغربي انه ساكت والمغاربه انهم كيتابعوا التفاهات فهذو المغاربه كينشطوا على موقع التواصل الاجتماعي. وغادي نمشيو للتحليل، التحليل الاكاديمي ديال الاخ امين من فاس. بهذه المناسبه كنوجه رساله حب وتقدير الى الاخ عز الدين اللي عندهم واحد المنصه ديال مغاربه الوحده الترابيه، يعني ما شاء الله عليهم. غادي نسمعوا التحليل ديال الاخ امين من فاس. نسمع. اذا شكرا للاخ حمادي. وهنا قبل ما نمشي لعند الاخ امين من فاس وغادي نسمعوا واحد التحليل اكاديمي، بهذه المناسبه كنوجه واحد رساله حب وتقدير الى الاخوان، هادو عندهم منصه مغاربه الوحده الترابيه، منصه رائعه ورائعه جدا، كنتمنى لهم الاستمراريه. سي امين، واحد المساله كنشوفوا القرار ديال محكمه العدل الاوروبيه، هاد الاتفاقية ديال الصيد البحري والفلاحة واو، هنا للأسف الشديد أنهم خرج الإعلام ديال الزيغو الجزائري وبعد الخونة والانفصاليين انتصار للبوليزاريو واو واو. عطينا ما يفيد السي أمين، تفضل. مشكور. أنا تحياتي الجريدة المغربية والإخوان كذلك اللي في التعليق وفي القيس. عمدا بالاتفاقية بين قوسين الاتفاقية ديال الاتحاد الأوروبي، أولا ما يقع هو في صالح المملكة المغربية، والمملكة المغربية لم تمارس يوما دور المحامي على هذه الاتفاقية، بالعكس لا تهمها هذه الاتفاقية ولا تكترث لهذه الاتفاقية. أولا الاتحاد الأوروبي هو تكتل إقليمي وليس بتكتل دولي فقط، تكتل إقليمي، تكتل إقليمي في 27 دولة، تكتل إقليمي، التكتل الإقليمي في اللي قال على لسان سي ناصر بويطا 19 دولة من 27 كلها تعترف وتؤيد الحكم الذاتي بالصحراء المغربية تحت السيادة المغربية، يعني الأغلبية الساحقة، الأغلبية الساحقة. هذه المسألة اللي وقعت في المحكمة، هذه المحكمة الأوروبية سبقات وقعت نفس المسألة في القضية ديال الاتحاد الإفريقي، وكان واحد الاقتراح على التوجه في نفس الطرح. فأجاب الاتحاد الإفريقي في السابق أن هذه المسألة نحن فقط تكتل إقليمي، وأن هذه المسألة هي مختصاص الأمم المتحدة وانتهى الكلام، ولم ينفذ هذا المشروع الخبيث من داخل الأروقة ديال الاتحاد الإفريقي. هنا كذلك المحكمة ديال المحكمة الأوروبية هي فقط محكمة ذات طابع استشاري، قرار تصدر قرارات وذات طابع استشاري ليس بإلزامي. وهنا فاش كنشوفوا ان الغريب في الامر ان دول الاتحاد الاوروبي هي اللي خرجت مباشره بالمفوضيه ديال الاتحاد الاوروبي، خرجت وكانها تسقط وكانها لا تؤيد بتاتا هذا القرار ديال المحكمه لانه فقط قرار استشاري. حنا كنعرفوا ان الاتحاد الاوروبي فيه مجموعه ديال اللوبيات كتحرك مجموعه المحاكم حتى في بين دول الاتحاد الاوروبي فيما بينها. هناك لوبيات كثيره كتحرك مجموعه ديال الملفات والاتحاد الاوروبي يعيدها كغيدر. الاتحاد الاوروبي اللي قايل الانهيار اصلا، حتى او لم نقل هذه العباره قايل للانهيار، ولكن غير قادر على مواجهه التكتلات الجديده في الحلف الانجلوساكسوني اللي هي الولايات المتحده الامريكيه وفي النظام العالمي الجديد
وهذا باعتراف حتى يعني ايطاليا دراغي ماريو دراغي اللي هو كان المنقذ ديال الاتحاد الاوروبي في الازمه الاخيره اللي خرج وتكلم قال لك ان الفرق بين الاتحاد الاوروبي والولايات المتحده الامريكيه والنظام العالمي الجديد اصبح فرقا شاسعا كبيرا والاتحاد الاوروبي في المؤخره. هذا باعتراف ديال الرجل القائد ديال الاتحاد الاوروبي اللي خرجهم من الازمه ويعترف يقول ان بعد ما كان الفرق 15% اصبح الفرق بينه وبين الولايات المتحده الامريكيه والنظام العالمي الجديد 35%، وهذا فرق شاسع ما يمكنناش نعترفوا بالهزيمه وما يمكنناش اننا نستمروا. هذا من جهه. اذا هنا فين كيخرج المفوضيه الاتحاد الاوروبي والوزراء الخارجي ديال دول الاتحاد الاوروبي وهما اللي كيمارسوا الدور ديال المحامي على هذه الاتفاقيه، لان نهضروا بصراحه هذا القرار، من هذا القرار اتى بعد تقديم الطعن؟ من قدم الطعن؟ شكون اللي قدم الطعن في هذه المحكمه الاستشاريه؟ شكون اللي قدم الطعن؟ قدمه المغرب؟ ابدا. المغرب على لسان سي ناصر بويطة قال نحن لم نشارك ولا يهمنا ولا تعنينا بتاتا هذا القرار ولا هذه المحكمه ولم نترافع ولم ندخل لها اصلا في الاصل. اذا من قدم هذا الطعن؟ الطعن قدمته المفوضيه، قدمه الاتحاد الاوروبي، هو الذي يدافع عن الاتفاقيه، هو اللي باغي الاتفاقيه، وهذه الاتفاقيه كانت واحد الظروف معينه والمغرب لا يريد اصلا هذه الاتفاقيه. المغرب اصلا لا يريد الاتفاقيه، المغرب داير كاس ديال البراد ديال اتاي وجالس ومخلي دول الاتحاد الاوروبي تتصارع فيما بينها ويخرج بابتسامه عريضه السيناتور البويطه ويقول الاتفاقيه لا تهمنا ولا تعنينا من قريب ولا من بعيد. حنا عندنا الاتفاقيه ديالنا ها هي كاينه، عندنا المساله ديال الاتفاقيات كنلتزموا بها مع الاتحاد الاوروبي، وانتم شوفوا بيناتكم الحل اللي بغيتوا. انتم شوفوا اللي بغى، حنا المملكه المغربيه ليست كما كيقولوا وكاله من غير بواب، حنا هي الشروط ديالنا كاينه، ما حدكم محترمينها حنا غاديين، ما بغيتوهاش حيدوا ديك الاتفاقيه وعليكم السلام. علاش؟ لان المغرب دخل عرف بان الاتفاقيه اولا ليست في صالحه، لان حتى الثمن ديالها واخا كيطالب بالرفع ديال الثمن، الثمن ديالها ضعيف جدا، خمس سنوات على ما اظن 52 مليون ديال الدولار او لا، هذه لا تروح حتى يعني الميزانيه ديال الشركه. وهنا كنشوفوا الاستغلال الكبير اللي كاين في الثروات ومجموعه ديال الامور. المغرب عدد الشركاء ديالو مع دول اخرى ودخل في تعدد الشركاء، ومغرب اليوم ليس المغرب الامس، حتى الصادرات اللي كتوجه الان والاتفاقيات مع بريطانيا تفوق يعني اضعاف مضاعفه، توجه لشركاء جدد وسميتو واصدقاء جدد وشركاء تجاريين جدد. الاتحاد الاوروبي اللي هنا في هذا القرار المحكمه اصلا هذا يدل لماذا خرجت بريطانيا من الاتحاد الاوروبي اقوى دوله؟ لماذا خرجت؟ لانه ضعيف وانه فيه مجموعه القرارات المتهوره والقرارات في لوبيات وغير موحد، لانه اصلا يعاني من انقسامات داخليه، ودائما فرنسا ما تحاول دائما السياده على القرار الخارجي واللعب بمجموعه الملفات عبر اللوبيات ديالها من اجل خدمه المصالح ديالها او الابتزاز ديال مجموعه ديال الدول في القاره الافريقيه. وحنا كنعرفوا بلي ان فرنسا اصلا يعني متاخره في المساله الافريقيه لان النظام العالمي الجديد ما كيرحمهاش في هذا الباب. اذا فين كنجيو كنشوفوا حتى اسبانيا اللي هي قادمه هي الخروج من الاتحاد الاوروبي، راه بدات كتستر لمجموعه الامور اسبانيا من اجل الخروج من الاتحاد الاوروبي. وهنا اسبانيا استفادت كذلك من التجربه السابقه اللي وقع لها مشكل مع المملكه المغربيه، وشنا كيفاش دخلت في حرب بارده وكيفاش عاقبها المغرب وبشات كتلتجا للاتحاد الاوروبي وما عقلش عليها الاتحاد الاوروبي، وفتري عرفات بلي ان السبب ديال خروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبي، ورجعت للمملكه المغربيه وقالت ساحل المشكل الثنائي ديالي مع المملكه المغربيه وكفى وانتهى باي باي الاتحاد الاوروبي، ورجعت وطورت العلاقه ديالها مع المغرب ودارت اتفاقيات مشتركه. وهنا فرنسا تراقب وكتشوف كيفاش اتفاقيات ديال اسبانيا مع المملكه المغربيه اصبحت تضاعفت وتزاد التبادل التجاري والاتفاقيات وكاس العالم والشركات الاقتصاد وترفع الاقتصاد يعني معدل النمو ديال الاقتصاد الاسباني كان اول اقتصاد في الاتحاد الاوروبي بعد الاتفاقيات اللي دار مع المغرب، وارتفع 3.2 او 3.4% اللي حقق واحد معدل نمو هائل ما حققته لا فرنسا ولا ايطاليا ولا اي دوله. اذا هنا تصفيه مصالح، هنا تصفيه ابتزاز كتقوم به فرنسا مع اسبانيا مجموعه امور من داخل الاتحاد الاوروبي، هذا الشيء لا يهم المملكه المغربيه. هنا واحد النقطه اخرى جد مهمه، المغرب اصلا في الاصل يتجه الى عقد اتفاقيات، سنشهد عقد اتفاقيات ثنائيه ماشي اتفاقيات مع الاتحاد الاوروبي، اتفاقيات ثنائيه، وهذا ما يريده المغرب وهو في صالح المغرب. يعني بالعربيه ديال تاع مرابيس كما نقولوا بالدارجه ديالنا، المغرب حل باب اجي انت كتهضر بالصحراء المغربيه، اجي ندير معك اتفاقيه دخل صيد هالاتفاقيات هما اللي كاينين. اتفاقيات ثنائيه، اتفاقيه ثنائيه مع اسبانيا، اتفاقيه ثنائيه مع فرنسا، اتفاقيه ثنائيه مع البرتغال، اتفاقيه ثنائيه اللي بغى مع جميع الدول، اتفاقيات ثنائيه. وهذا حتى الاتحاد الاوروبي باش خرج التصريح ديالو، التصريح خطير، راه يضرب في المحكمه.
لان المفوضيه ديال الاتحاد الاوروبي هي اللي كترافع ودار الطعن، هي اللي باغيه الاتفاقيه. علاش؟ لان اصلا اسبانيا 80% من الاسطول ديال الاتفاقيات الصيد البحري كله اسباني، يعني اصلا هنا المحكمه كتضرب، اصلا هي كتضرب دول الاتحاد الاوروبي، ما كتضربش المغرب، ما كتضربش المغرب. المغرب رابح، المغرب دابا روسيا راه تنتظر تسريع اتفاقيه ديال التبادل الحر مع المغرب، وكتطمح ليها وكتدرسها مع المغرب باش يسرع الاتفاقيه ديال التبادل الحر من اجل الخضروات الصيد البحري، مجموعه الامور. بريطانيا عندنا معها اتفاقيه، الصين كذلك تنتظر الاتفاقيات، الناس فرحانين من اجل هذه الاتفاقيه انها مازال ما يجددهاش الاتحاد الاوروبي او لا تسقط، لان المغرب يعني واخد دور المتفرج، جالس داير كاس البراد ديالاتي وكيقول لهم ديروا اللي بغيتوا، انا لا يهمني الامر ولا يعنيني بتاتا. وهذا اصلا سيعود بالانعكاس حتى على المواطن المغربي، حتى في انخفاض الاسعار، وهذه هنيئه للشعب المغربي على انخفاض ديال الاسعار، كذلك لا في الخضار لا في المساله ديال الاسماك، مجموعه الامور. اذا المغرب سيتجه الى عقد اتفاقيه ثنائيه، وهذا في صالح المغرب. وما تنساوش كذلك الكلام ديال صاحب الجلاله حين قال ان المغرب يحضر الى اسطول بحري، المغرب كيحضر الى اسطول بحري. هنا اللي خصو يفهموا ان المغرب اليوم ليس بمغرب الامس، المغرب اليوم بشا كيدير واحد تكتل اخر، تكتل من نوع اخر، ما بقاش انه يرضخ ماشي بحد الحاضره ديال الجزائر مثلا اللي كتفرض عليها اتفاقيات وتصدق الثروات ديالها وتصدق فقط يعني التبعيه. المغرب ما بقاش، ما ليست ليه ديك المساله ديال التبعيه، هذيك المساله ديال الابتزاز ديال الاتحاد الاوروبي ما بقاش هو كلام عن المغرب. وهذا المغرب اللي بغى يوصل لهم ان المغرب اليوم ليس بمغرب الامس، وصلها لهم في الاتفاقيات الامنيه، وصلها لهم في يعني في دول الساحل، مجموعه الامور في التوجه ديال الحلف الانجلو ساكسوني الامريكي في النظام العالمي جيدو مع بريطانيا، وجه لهم رسائل في الاتفاقيات الامنيه المشتركه، وجه لهم رسائل في المساله ديال سبتوم ليليا ان المغرب لا يتعرض الى الابتزاز، هو يتحرك بامور سياديه حتى في المجال العسكري، حتى في المجال العسكري المغرب اصبح قوه على الاتحاد الاوروبي، نقولوا واضحين يعني بالتحالف الجديد ديالو مع اتفاق الثلاثي مع الترسانه العسكريه، هذا باعتراف حتى اسبانيا. اسبانيا غير مؤخرا اللي كان جابت لنا جوج طائرات وحطتهم لنا في جزيره ليلى، تقدر ديرها اليوم؟ ابدا، هذا باعتراف ديالها هي، كتقول ان المغرب اصبح قوه لا يستهان بها ويجب مهادنته والدخول معه في تشارك واتفاقيات. إذا هنا إسبانيا كتعطي مثل وهي كتبع الحدو ديال بريطانيا في هذا الباب، وحتى فرنسا هذه اللعبة اللي دارت هذه اللعبة يعني من وراء الطاولة، وهنا كنجيكم واحد القصر الملكي الدهاء ديالو. وهذا سؤال مطروح للإخوان، لماذا صاحب الجلالة رفض دائما إعطاء الفيزا لماكرون كي يزور المملكة المغربية؟ أولا من أجل تركيع الدولة الفرنسية في المسألة ديال الاعتراف الفرنسي، نعم جاء الاعتراف الفرنسي، نعم. هل مباشرة بعد الاعتراف الفرنسي تم إعطاء القبول بزيارة المغرب لماكرون؟ لا أبدا، كان القصر الملكي ينتظر التوقيت المناسب حتى يرى التحرك الفرنسي ويرى القرار المحكمة بين قوسين لهذا المخاض اللي داخلين فيه الاتحاد الأوروبي، باش حتى الزيارة ديال ماكرون اللي غتكون المغرب غتكون فيها بالعربية اتفاقية ثنائية. وهنا المغرب الدهاء القصر الملكي والسياسه الملكيه تفوق السياسه ديال الاتحاد الاوروبي. هنا بالعربيه ديال التعارف المغرب غيقسم الاتحاد الاوروبي باتفاقيه ثنائيه، لان حتى القرار السياسي الموحد ديال الاتحاد الاوروبي ضعيف، يؤدي الى التمزق، يؤدي الى الانقسام، وهو سبب ديال الانقسامات اللي وقع في الاتحاد الاوروبي، ان ما عندهمش سياسه موحده. وخا كتخرج مثلا انت كتشوف المحكمه كتقول كلام، والمفوضيه ديال الاتحاد الاوروبي يعني خارجه وكتضرب في الكلام ديال المحكمه في القرار، تقول يعني هي اللي كتمنى ان المغرب ما يتدخلش، ان المغرب يلتزم ويبقى غادي في الاتفاقيه، ما باغياش المغرب، الا انهم كانوا متخوفين واحد المساله شنو هي؟ ان المغرب مباشره بعد ما تصدر المحكمه مثلا هذا القرار، هو غير مشارك اصلا في المحكمه ولا تهمه ولا تعنيه من قريب ولا من بعيد، انه يسمع القرار ديال المحكمه يقول لهم حبس ستوب، انا غنلغي الاتفاقيات كامله، ما بقاش معكم اتفاقيات. عندنا الاتفاقيه الصيد البحري في لاحه مع دول اخرى، وهناك زبناء يعني كثر ينتظرون. هذا الشيء اللي كانوا كيخافوا منه، كانوا كينتظروا من المغرب انه يطمئنهم، يقول لهم نحن نلتزم باتفاقيات وعمشي، وهذا اللي قالتها مفوضيه الاتحاد الاوروبي، قالت نحن نلتزم بالاتفاقيات. وخرج الوزير الخارجيه الاسباني كذلك وتكلم وقال نحن نلتزم بالاتفاقيات مع الشريك ومع المملكه المغربيه، يعني هذا في مثابه توسل المملكه المغربيه كي لا تصغي للقرار ديال الاستشاري، هو قرار استشاري فقط، قرار استشاري ديال المحكمه الاوروبيه. والمغرب طمأن، قال لهم نحن
ملتزمين بجميع الاتفاقيات مع الاتحاد الاوروبي في اطار الوحده الترابيه بشروط المملكه المغربيه. يعني انا لن اغير شيئا ما دامت الاتفاقيه غاديه، احنا غاديين الا درتو كيني ولا ميني بهذه الدرجه ديالنا بالاسلوب ديالنا، او لا تجيو تمارسوا الابتزاز، او لا تتبعوا مثلا الكلام ديال المحكمه الاستشاريه. انا كنتسنى رد الفعل ديالكم. رد الفعل هو جمع عند المفوضيه، قال نحن نطمئن ونحن نريد تعزيز الاتفاقيات وتطوير الاتفاقيات مع المملكه المغربيه. اذا المغرب يبقى كدور المتفرج من بعيد، لا يهم وقرار المحكمه لا من قريب ولا من بعيد بتاتا، وغير معني بها بتاتا، لانه جميع الاتفاقيات يقوم في اطار النظارتين اللي حط صاحب الجلاله اللي هي الوحده الترابيه للمملكه المغربيه، لا في جميع الاتفاقيات. والطامه الكبرى، الطامه الكبرى، فرنسا تستثمر الملايير في الصحراء المغربيه، وتجي محكمه فيها لوبي، لوبيات تحركها من اجل ابتزاز دول من داخل الاتحاد الاوروبي اللي كانت مقصوده بها من الدرجه الاولى اسبانيا ومجموعه ديال الدول. اذا فرنسا في حد ذاتها تستثمر في الصحراء المغربيه، شوف التناقض، وفرنسا تعترف بالصحراء المغربيه واسبانيا المستعمر السابق يعترف بالصحراء المغربيه، وياتي قرار ديال اللوبيات من داخل المحكمه الاستشاريه يحاول تشويش في هذه المرحله. اذا هنا حتى في صالح المغرب هو في صالح الاتفاقيه الثنائيه، وهذا في الزياره ديال ماكرون كذلك غتكون اتفاقيه ثنائيه، وحتى بين قوسين مجموعه الملفات الاخرى بما فيها الصحراء الشرقيه بما فيها مجموعه ديال الامور، والاتفاقيه الثنائيه في صالح المغرب لان في صالح ديالهم درجه كبيره اتفاقيه ثنائيه مع اسبانيا، ولكن فوقاش غتندير هذه الاتفاقيه الثنائيه؟ حتى نشوفوا ان الاتحاد الاوروبي استجاب الى القرار ديال المحكمه، لحد الساعه المفوضيه الاتحاد الاوروبي بين قوسين ترفضه جمله وتفصيلا، لان فاش خرجت وتكلمت قالت نحن نلتزم بجميع الاتفاقيات المبرمه مع المغرب وندعو الى تطويرها ابعد من ذلك. يعني ان قرارك فقط هو استشاري لا يلزمنا، لا يلزمنا. الجنوب الاسباني، الجنوب الاسباني غير الاسطول، الاسطول ديال البحري اللي كيصيف المياه المغربيه باثمنه بخسا، اللي هو كيشكل 80% من الاسطول البحري. عرفتوا شنو هي 80% من الاسطول البحري الاسباني؟ يعني خراب ودمار بالنسبه لاسبانيا. علاش؟ لان ليس فقط، عندو غير مثال، ليس فقط الاسطول البحري، ولكن شنو هي الشركات اللي من داخل اسبانيا ديال التعليب اللي كتخدم مع الاسطول البحري الاسباني اللي كيخرف الاتفاقيه؟ يعني اسر وعائلات ومدن واقتصاد اسباني يقوم على اتفاقيه الصيد البحري. يعني اذا قامت الاتحاد الاوروبي مثلا باتباع هذه المحكمه او اتباع مثلا هذه اللوبيات سيضرب الاقتصاد الاسباني. وهنا كنطرحوا علامه استفهام شكون اللي كيحرك هذه المسائل والاهداف ديالو. الاهداف ديالو هو ضرب اقتصادات ديال دول من داخل الاتحاد الاوروبي، يعني تصفيه حسابات بين دول الاتحاد الاوروبي فيما بينهم. لهذا المغرب واعي بالسياسه الدوليه، وقال ما الامر لا يعنيني، يعني بالعربيه تفاهموا بيناتكم، واللي بغيتو مرحبا. انا بحال عندي بحال واحد المنتوج، ها هو هذا المنتوج عندي كنبيعو، ما كنقسموش، كنبيعو كل اللي بغى يجي مرحبا بالشروط ديالي، اللي ما بغاش راه كاين اسواق تجاريه اخرى سيروا قلبوا. هذا هو بيت القصيد اللي كاين في هذه البلبله. هذا باش نختموا ما نطولش بزاف، هذه النقطه شكون اللي غيستغلها؟ استغلها فقط الذباب الجزائري اللي شنا خرج بواحد الشعارات في تندوف والبهرجه والطائر الليل الصديق ديال الاخت سميره راضي الليبي، وذاك الابواق ديال الذباب الجزائري اللي غتحاول صديق بين قوسين اللي غتحاول عرفت راه كنضحك خويا امين لان هذه القراده وبعد هذه الازمه ديما حنا اللي كنفرجوا عليهم، لان الصدمات والخبيطبيطه والله الا دائما كنفرجوا عليهم. المرجو من الاخوان دخلوا لهم السعاده، الهرمون السعاده كيجيبوا معنا السعاده. نعم. المرجو من الاخوان المغاربه انهم ما يتجروش لهذا المستنقع ديال الذباب الجزائري، لانه هو النقطه الوحيده اللي غتحاول انها دير ذاك البروباغندا وتلعب على هذا القرار ديال المحكمه اللي هو فقط اكرر هو قرار استشاري، عندها صبغه استشاريه وليست ملزمه بالنسبه للاتحاد الاوروبي. لو كانت ملزمه لخارج الاتحاد الاوروبي وهي وقامت بالبلاوه وقيامه الساعه كما كنقولوا عندهم، ولكن هو قرار استشاري. هنا يستافدوا فقط الذباب الجزائري والذباب المرتزقه اللي يحاولوا يروجوا بفيديوهات والمنشورات على التيك توك المغربي والمحكمه وضربه للمخزن وضربه للشعب المغربي والصحراء الغربية. الصحراء في مغربها والمغرب في صحرائه، والسمك المغربي من طنجة للقويرة الحمد لله. ولا شوفي اقسم بالله انا جد فرح بالنسبه لهذه المساله ديال، واقولها من داخل الاتحاد الاوروبي لان وكلكم ربما على ما اظن وكتعرفوا القيمه ديال المنتوجات المغربيه، وكتعرفوا ان النقطه الاهم المهمه جدا هو ان المغرب يتحكم في الامن الغذائي ديال العالم وباسره.
فكيف الاتحاد الاوروبي اللي كيعاني من مجموعه ديال الامور الكارثيه، لا في مصادر الطاقه، لا في المجال الفلاحي، لا في الثروات، لا في مجموعه الامور، ان يؤثر ويخرب اقتصاده بيده. حنا كنشوفوا غير التفاح المغربي يباع في الاسواق الامريكيه ب 100 درهم للكيلو، 150 درهم للكيلو. على حالك عايزين في الاتحاد الاوروبي في مجموعه الامور، الصادرات المغرب الى بريطانيا تضاعفت اضعافا مضاعفه، وهذا بالمناسبه تزامنا مع هذا القرار الاستشاري فقط ديال المحكمه الاوروبيه، المحكمه البريطانيه تخرج بقرار وتؤكد على ان الاتفاقيات كلها قانونيه ديال بريطانيا مع المملكه المغربيه كرد على الاتحاد الاوروبي، وكانها تمرر رساله الى اسبانيا والى مجموعه ديال الدول في قرى الاتحاد الاوروبي معرض الى الانقسام، وهناك لوبيات كتلعب بكم بما فيها بخصوص اللوبيات الفرنسيه والاموال ديال البترول والغاز اللي كياخذوها بعض الرشاوه اللي كاينه من داخل الاتحاد الاوروبي، وهذه حقيقه رشاوه ديال مجموعه ديال اللوبيات اللي كتحاول تاثر على القرار ديال السياسه الخارجيه ديال الاتحاد الاوروبي، الى متى ستبقاو رباحيه الى القرارات ديال الاتحاد الاوروبي. وهنا اسبانيا راه نقول لكم صراحه اسبانيا تتجه الى الخروج من الاتحاد الاوروبي، لان جميع الاتفاقيات الثنائيه اللي كدير مؤخرا كلها تدل على ذلك، والتعزيز ديال الاتفاقيات ديالها مع الولايات المتحده الامريكيه وكانها تريد الدخول في الحلف الجديد اللي هي على مشارف القاره الافريقيه 14 كيلومتر، وهذا يدخل كذلك في اطار يعني المعبر او الطريق الكبير اللي يكون عبر البحر ما بين اسبانيا والمغرب اللي فيه 14 كيلومتر، وكذلك التنظيم ديال كاس العالم والاتفاقيات والرفع من الاستثمار الاسباني في المغرب اللي ضعف اضعاف مضاعفه اكثر من 45 مليار، والشركات والاقتصاد الاسباني شرط انها رابحه وان السياسه المتهوره ديال الاتحاد الاوروبي لن تنفع في هذا الباب. اذا هناك نظام عالمي جديد كيتكون، اسبانيا كتشوف المصالح ديالها، والدول اصبحت ترى المصالح ديالها، كل واحده كتشوف المصلحه الذاتيه ديالها من الداخل. لا اظن ان هذا القرار غتكون عنده واحد القرار الزامي لانه فقط استشاري، وهذا في الصالح ديال مجموعه ديال الدول ان دير اتفاقيه ثنائيه الى تفعل او خرجت بعض الدول وتكلمت. لحد الساعه المفوضيه الاوروبيه باش ما نطولش، المفوضيه الاوروبيه ترفض جمله وتفصيله هذا القرار الاستشاري وتقول انه غير ملزم وانها مستمره في جميع الاتفاقيات مع المغرب. المغرب قال لهم ما دمتم انكم مستمرون انا مستمر معكم ما كاينش اشكال، النهار اللي تقولوا لي الصحراء كذا ولا كذا ولا كذا الله يعاوننا ويعاونكم، هذه الاتفاقيه غير ملزمه بالنسبه لي انا. واصلا راه كاين اسطول بحري جديد مغربي في التكوين ان شاء الله قالوا عليه جلاله الملك، كذلك كاين زبناء جداد، كاين السوق الافريقيه، كاين السوق الروسيه، كاين السوق البريطانيه، كاين السوق الصينيه، كاين السوق الامريكا الجنوبيه امريكا اللاتينيه، كاين الولايات المتحده الامريكيه والميناء الاطلسي اللي جاي الان، كاين مجموعه ديال الامور الجديده، والاتحاد الاوروبي هو في مؤخره الطابور. اللي بغات الدول دير اتفاقيه ثنائيه مرحبا، في المرحله القادمه، اما لحد الساعه الامور كلها غاديه بثبات. وتحيه للسي ناصر بوريطا والقياده الساميه ديال صاحب الجلاله، اللي ما يجيش الاتحاد الاوروبي باش يلعب علينا بالابتزاز، هذا اسمي فقط بابتزاز، محاوله ابتزاز او محاوله تشويش، ما عندوش اثر فعلي او اثر يعني الزامي، هو فقط قرار استشاري والعبره بالخواتيم كما كيقولوا، هذا كله في صالح المملكه المغربيه وفي صالحنا كمغاربه وفي صالح حتى الشركات المغربيه والاسطول المغربي اللي كيتكون وجميع الامور، باش نكون واضحين في هذا الباب. تحياتي لكم. اذا شكرا، وباش نختموا تحية صادقة للمرأة المغربية. باش نختموا هذه الحلقة هذه غادي نخليكم مع الرأي والتحليل ديال المناضلة اللي كتنشط مواقع التواصل الاجتماعي مازال شابة تبارك الله صلى الله عليه وسلم، دائما تجلد الذباب الإلكتروني الجزائري بتحليلاتها الراقية والأكاديمية الأخت تيتيما. غادي نسمعوا الرأي ديالها والتحليل ديالها خاص بهذا الموضوع هذا. ان الجنوب ديال اسبانيا راه كله عايش بالصيد البحري، يعني دابا ولات المشكله داخليه ديال اوروبا، الاتحاد الاوروبي غير مع بعضياتهم هما ما متفقينش، غادي تنوض الحرب بين اسبانيا وفرنسا، لحقاش هذا الحكم هذا انا تنقولها وتنعاود، راه راس الحربه فيه هي فرنسا، فغادي تنوض المشاكل بين اسبانيا وبين فرنسا، اسبانيا ما يمكنلهاش تجلس بلا الصيد البحري، الجنوب كله عايش بالصيد البحري، ملي كتحيد لهم الصيد البحري غادي يبقاو بيطاليين، غادي تنوض الصداع والمشاكل في اسبانيا، فغتنوض المشاكل غير بيناتهم بعضياتهم، المغرب كان ذكي، هما كانوا اذكياء، اختاروا الوقت المناسب، راه ما جاوش اختاروا اكتوبر ويخرجوا هذا القرار، راه كان التاريخ مدروس، وكانوا عارفين ان قبل القرار ديال الاتحاد الامم المتحده على حساب الصحراء الغربيه المغربيه، هما مختارين الوقت دارسينو،
ولكن المغرب غادي يخلي الكره عندهم فيها. فاش قال لك انا ما عندي حتى شي علاقه في الموضوع، المشكل بالاتحاد الاوروبي ولا كسميتو المحكمه الاوروبيه، هو عارف ان الموضوع اصلا هذا الصيد البحري، هذا العقد ديال الصيد البحري حنا ما كنستافدوا منه حتى شي حاجه، حنا بالعكس من مصلحتنا ان هذا العقد يتفسخ. لحقاش كانت هذه كلها عقود ابتزازيه كتبتز المملكه المغربيه الشريفه قبل الاتفاقيه الثلاثيه. بخصوص محمد خويا ياسين، قلتي ان الاتحاد الاوروبي باقي قوي، هو فعلا باقي قوي شي شويه، ما نقولكش راه ضعيف، المهم نسبيا، ولكن ماشي ديك القوه ديال شحال هادي. خاصك تعرف ان الاتحاد الاوروبي كانت بان الضعف ديالو في الفتره ديال كورونا، فتره ديال كورونا بان الضعف الحقيقي ديال الاتحاد الاوروبي. اول حاجه ولاو كيتقاتلوا على الماسكات وعلى الادويه، ثاني حاجه بزاف ديال المنتوجات كانت ناقصه عندهم، تما بانت الضعف ديالهم الحقيقي، بانت الصراعات بيناتهم لداخل غير بيناتهم على الماسكات، فتما بان الضعف ديالهم. في المقابل المملكه المغربيه بانت القوه ديالها، اننا حنا ما كانش عندنا خصاص لا في الماسكات، وعرفنا اننا ديك الفتره اللي كانت صعيبه بزاف وكان العالم كله كان تيعاني، عرفنا كيفاش نوقفوا فيها، عرفنا كيفاش نكونوا فيها رجال وعيالات، عرفنا كيفاش كانت عندنا الماسكات كانت موجوده، الماكله كانت موجوده، بالعكس صرفات مساعدات داخل الدوله، وفرنا اللقاحات للناس، كنا حنا من ضمن الدول اللي هي المنطقه الخضراء في العالم، كان شحال مره حنا مدروجين في المنطقه الخضراء، ان مسموح لنا اننا يسافروا عندنا الناس، كان عندنا الامن، كنا امنين من هذاك الوباء، واخا كان عندنا بعض الاصابات ولكن عرفنا كيفاش نقودوا ديك الازمه. هاد الازمه ديال كورونا انا بالنسبه لي كانت واحد النقطه مفصليه اللي بينات لنا شكون هي الدول الضعيفه وشكون هي الدول القويه. الكوارث اللي كتبين لك الحده ديال هذوك الناس، واش ديك الدول قويه ولا ضعيفه. حاليا حنا الكره رميناها الاتحاد الاوروبي، حنا هذاك العقد ديال الصيد البحري ماشي مصلحتنا، بالعكس حنا بالفرحه علينا انه تلغى، والمغرب راه عاجبو الحال على هذه النقطه اللي غيستغلها، وغيستغلها اكثر وكان يدير واحد الاتفاقيه، غيستغل هذه النقطه ويدير اتفاقيه مع روسيا ولا مع الصين ولا مع اليابان، غادي يعطيهم الضربه القاضيه. اليابس هما كيحترمنيش الراحه البيولوجيه وكيستنزفني، كيستنزف البحر ديالي، وهما اللي كيستافدوا ماشي حنا اللي كنستافدوا، بالعكس هذه النقطه لصالح المغرب، والمغرب عارف تعامل معها، والدبلوماسيه المغربيه ما شاء الله نجحات وبزاف ديال ما شاء الله الدبلوماسيه المغربيه نجحات وعرفات كيفاش تخرج من الابتزاز ولا ويد الدراع ديال الاتحاد الاوروبي. الاتحاد الاوروبي راه ما بقاش قوي بحال شحال هذه، خروج بريطانيا معناتها انه كنكتبوا شهاده الوفاه ديال الاتحاد الاوروبي. تحياتي لكم. اذا شكرا للاخوان اللي شاركوا معنا في هذا البث المباشر، كنوجه رساله حب وتقدير الى الاخ ابراهيم، كذلك الاخ حمادي، وكذلك الى المناضل الحر امين من فاس، والاخت الكريمه الشابه ديالنا الاخت سيما المناضله اللي كتنشط على مواقع التواصل الاجتماعي. بعد الاخوان اللي طلبوا مني قال لي السي احمد علاش ما كتبينش وجهك، ها انا غادي نبين لكم الوجه ديالي، ولكن واحد المسألة على الإخوان، ما تعرضت له شخصيا مس في السمعة في الصورة ديالنا من طرف الدباب الإلكتروني الجزائري، خاصة اللي كلو كينشروا الفيديوهات ديالنا وكيحاولوا أنه يشوه بنا مسألة أخرى، أن كنتمنى بأنكم استفدتوا من هذا البث المباشر والتدخلات ديال الإخوان. بعد الإخوان للأسف الشديد كيقول لك السي احمد علاش ما كتنشروش فيديوهات بكثره؟ راه الاخوان خصكم تعرفوا واحد المساله، وانتم كنتم السبب اللي خلى ان الاستاذ ديالنا السي محمد محلل قناه الجريده المغربيه انه ينسحب، لان طرح لي واحد السؤال قال كيف يعقل السي احمد بان القنوات اللي فيها محتوى رديء والتفاهات كتشوف الالاف من المشاهدات، وحنا كنقيلوا اننا باش اننا ناطروا الشباب ديالنا باش يعرفوا الحقيقه، ومن اجل التصدي لكل من سولت له نفسه المساس بالوحده الترابيه للمملكه المغربيه الشريفه كان دافع على هذا الوطن، وكتجبر بان الناس كتبخل علينا غير من اجل ترك بصمه الاعجاب والتفاعل في التعليقات. غادي يقول لك شنو كدير ديك بصمه الاعجاب، راه الا كانت بصمه الاعجاب بكثره والتفاعل في التعليقات اليوتيوب كتقترح لك الفيديو ديالك. كاين شي وحدين كيقول لك بانكم مسترزقين، والحمد لله والله ما خصنا حتى شي خير والله العظيم، وكان كان شي واحد اخر والله العظيم تنغلق هذه القناه بصفه نهائيه. ولكن بعض المتابعين الكرام اللي تابعونا هذه اكثر من 6 سنوات دائما متابعينا ومازال متابعينا، وكنرحب بالمشتركين الجدد
اللي وصل عددهم الآن غير في هذه الأيام الأخيرة إلى 520 أو 530 مشترك جديد. كنقول لكم مرحبا بكم داخل عائلة قناة الجريدة المغربية. إذن كنتمنى بأنكم تكونوا استفدتوا، ترقبونا في طلعة أخرى إن شاء الله الرحمن الرحيم. تقبلوا تحياتي، إلى اللقاء.